السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نتعلم مع بعض ازاي اعمل عملية معالجة بسيطة على ملف الصوت بتاعي. اول حاجة عايزة اعلمها لكم ازاي احذف جزء من ملف الصوت. بحتاج للموضوع ده احيانا في ملفات صوتية بمسجلاها وفيها فترات صمت مثلا طويلة، في اجزاء كان فيها مثلا ضوضاء مش محتاجاها، فانا ببدأ اقص الحاجات دي من ملف الصوت بحيث ملف الصوت يطلع بشكل بالشكل النهائي بتاعه، ما يبقاش فيه فترات صمت او فترات او مناطق ضوضاء. اول حاجة عشان احذف ملف او جزء من ملف الصوت بتاعي لازم اعمل ايه؟ لازم احدد الجزء ده، احدده طبعا من النافذة اديتور، قلنا كل في اي حاجة فيها تحرير في النافذة اديتور احدده بان بقف بالمؤشر بتاعي تمام عند بداية الجزء اللي انا عايزة عايزة احذفه، وبعد كده بسحب بالمؤشر، بقف كده على المؤشر واسحب، فتلاقي الجزء بتاعك اتحدد تمام. قبل ما احذف اسمع الجزء بحيث اتاكد ان هو ما فيهوش اي مقاطع صوتيه، وبعد كده ادوس ديليت من لوحه المفاتيح او من اديت اختار الامر ديليت تمام. نفس القصه، شوف اي مناطق برضو تانية فيها فترات صمت في اللي احنا سجلناه من شويه تمام. لو هنا سمعنا الجزء ده برضو بسم الله الرحمن الرحيم، فتلاقوا فتلاقوا جزء مثلا في الاول ده برضو في فترة فترة صمت، فانا هرجع برضو احد الجزء بتاعي وادوس edit delete او delete من لوحة المفاتيح زي ما قلنا تمام. كرر العملية ثاني برضو، هنا هو في فترة برضو صمت، كل بيوضح فعلا فترة الصمت اللي هي المنطقة ما يبقاش فيها منطقة ما يبقاش فيها اي ترددات صوتية، لأ كده عبارة عن خط كده بس ما فيش اي ترددات او موجات صوتية فيها تمام. اسمعها برضو عشان اتأكد ما فيهاش اي، لا كده دخل فيها جزء هنا، هبدأ اسحب تمام وادي المؤشر بتاعي تمام. اسمعها برضو تاني اتاكد ان هي اذا فش اي حاجه احذف ديليت تمام. هنا برضو عندي منطقه فواصل اهي، نبدا بس نحددها بدايه من فين، نسمع مع بعض ونحددها. نسمع نوعيه قسم تكنولوجيا التعليم تمام، اللي هي الجزء ده لغايه اسحب برضو واحدد تمام واسمعها ودوس ديليت اكمل سماع الملف. قسم تكنولوجيا التعليم، لو هتلاحظوا برضو في فترة صمت كده في النهاية، حد المؤشر بتاعي من اول هنا واسحب لحد اخر الملف كده واسمعها تمام. كده احذفها بقى من كيبورد ديليت كده. لو سمعنا الملف بتاعنا نلاقي حذفنا كل فترات الصمت. بسم الله الرحمن الرحيم، جامعة المنيا، كلية التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم تمام. كده حذفنا اللي هي فترات الصمت اللي كنا مسجلينها قبل كده، وهنكمل مع بعض ان شاء الله ازاي اتحكم في مستوى الصوت وازاي احفظ ملف الصوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.